double tap. Double tap es en esta. O sea, double tap. Okay. O sea, tap. في بعض الأمور طبعا ما تعلمها في الايفون لو سمحت طالع وجهي معنا على زاوية قاعد نسي على التليفون. المهم كم شغلة لازم نعرف أسألها بخصوص التليفون. أول شيء تغيير الأساسي كنترول سنتر تغير فوق على اليمين وعندنا على اليسار النوتيفيكيشن إذا نبغى نوتيفيكيشن نكتب ولا شيء ولا غيره. بس هل فيديو بيكون موضوع فقط الكنترول سنتر هو أهم شيء. أخذكم من نسيت على طبعا مش عارفين شو السالفة. أنتوا ما بيكون عندكم طبعا وايد ايفونات مثلا التسجيل هذا تسجيل استاذ يسجل نحن شو نسوي خلال الفترة هذا الليت مثلا فلاش وراء إذا لاحظت وراء طلع ليت. الكنترول سنتر هذا وايد بسيط الواحد يشغله بس يوم بتشغلونه فتحت لي منه. بس يوم بتشغلون الكنترول سنتر بيكون في ايقونات بسيطة فعشان تشغلونه مركزين معي. عشان تشغلون الكنترول سنتر تروحون السيتنجز او الاعدادات بعدين تروحون الكنترول سنتر او هو مركز التحكم وتضغطون على ثاني اوبشن اسمه كاستمايز كنترولز او التحكم بالشغلات اللي موجودة. في العادة شغلات نات انكلودد يعني هاي اصلا في الوضع الطبيعي تسوي لها رموف كلهم كانوا تحت. هذي كانوا تحت انا يوم جيت شو سويت ذكيت زايد وضفت الايقونات فستون عندي كلها في الكنترول سنتر. طبعا مش ما بتحتاجون كل شيء تقريبا الشغلات مثل الفلاش لايت حتى موجود برا على الهوم بوتون وعندكم التايمر الحسابة الكاميرا بعد فاست اكسس اذا مش حابين تخلونه هني زحمة. الابل تي في ريموت ما كان موجود انا بالنسبة لي عندي ابل تي في ويفرق وايد معي في الكنترول سنتر. بس هاي من الشغلات الجديدة السكرين ريكوردينج اللي هو يسجل الشاشة هاي شيء يمكن تفرق وايد مع ناس ولا بيعرفون شو الاوبشن هذا ولا شو ممكن يسوون. هالاوبشن يتيح لوايد ناس تشرح على التليفون بحطي لكم سامبل للحلقة هذه في السكرين ريكوردينج في الفيديو ان شاء الله بتشوفونه ساعة التوقف استبوش تعرفونه طبعا كلكم. وهذا المغنيفاير هذا زوم كئيب بعدين بنتكلم فيه بس برويكم اياه بعد شوي لحظة. هذا زوم ثلاثة أصابع دبل تاب يسكر لو سمحت شكرا. دون الدسترب وايل درايفين كله القايد اكسس واللو باور مود طبعا اللو باور مود وروح شغلان اذا واحد شغله بالغلط وراح البطارية ذاك اليوم كان عندي واحد وحصل معاناة فيها. هذا اهم شيء بالنسبة للكنترول سنتر تعرفونه. بعدين يوم تنزلون الكنترول سنتر بالنسبة للاكس من فوق على اليمين لتحت وبالنسبة لباقي الابل نفس ما هو من تحت لين فوق ما عندكم اي مشاكل هو نفس السيستم القديم موجود سواء تسجيل الصوت سواء المحفظة الالكترونية تدخلونها. هاي طبعا الحين تسوون اي دي ويقولكم مجموعة البنوك مثلا موجودة في الامارات اللي هي شغالة فيها تدفعون عن طريق التليفون بدل ما تدفعون عن طريق البطاقة او غيره. يعني اللي ما بحب مثلا انسان مش حاب يشيل معاه شيء يشيل تليفونه بس يسوي الباي. حتى الحين اللي بيشتري التسلا الجديدة ما فيها سويتش عن طريق التليفون يعني كل شيء ممكن يكون على التليفون اللي عندكم. هذا بالنسبة للكنترول سنتر بس بغيت اتاكد انكم تعرفون تشغلونه الاعدادات كنترول سنتر كاستمايز كنترول نعيد مره ثانيه وترجعون مره ثانيه وتدخلون هذا الاوبشن وتشوفون شو عندكم الاوبشنات اللي مسكره ولا مفتوحه اللي بغيتوا تحطونها. اذا حبيتوا تعرفون شيء ثاني ولا معلومه ثانيه على الايفون ولا شغلات مش عارفينها ممكن نسجل لكم اياها في حلقات ثانيه وحلقات جديده وحلقات افضل وتشوف شو الفنيات اللي انتم ممكن تحتاجونها ان شاء الله في التليفون. ممكن تخبرون ممكن تسوي لكم عليها فيديوهات ان شاء الله قصيرة تحل اموركم وتشوفون شو اللي حابينه ولا شو اللي محتاجينه ان شاء الله ونسوي لكم يا خلال السلسلة.